تحركوا لاجل درعا، درعا الخير، درعا العز، درعا الخضرة، هاي لازم نقدم لها اغلى ما عندنا. اذا راحت درعا احنا شو نسوى بدال درعا؟ ولكم هي ام الثوره وهي ام الشباب وهم هي ام الابطال، يجب علينا ان نقدم اغلى ما نملك اللي هن دمنا، ما نترك لها المجرم الخاين الكذاب هذا، لا ولا لا لا للمجوس ولا حزب الشيطان. وين هالهدي هالهنالك؟ وين هالهدي هالهنالك؟